هنبتدي حوارنا طبعا مع كابتن حمدي الصافي. في البدايه كابتن حمدي، بطوله من الاول كان فيها صعوبات، من اول التنظيم يمكن انا عرفت ان التنظيم كان فيه مشكله، كان ممكن البطوله ما تجيش. انت سعيد بشكل كبير جدا عشان البطوله تتعمل وتتعمل هنا، عشان انت عارف في الاخر هيبقى المهرجان شكله كده. اكيد طبعا، هي البطوله دي الصراحه صعبه جدا في كل ظروفها بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفريق بتاعنا. يعني من اول قبل البطوله اصابات بالجمله عندنا، مريم متولي عمليه في كتفها، ايا الشامي كسر في صباحها، قعدت شهر ونص تقريبا ما تتمرنش، بالاضافه لان عدد الفرق المشاركه كان قليل. بس الحقيقه اللي نجح البطوله ان اقوى 3 فرق تقريبا موجودين في العرب، موجودين ومكتملين وبمحترفينهم. فريق الصفاقسي عنده 2 محترفين، فريق الجزائر جاي تقريبا بشبه كامل بمنتخب الجزائر. فالحقيقه بطوله قويه بين ال3 فرق برغم كل عدد الفرق، لان المنافسه بين ال3 فرق دول ادوا قوه جدا للبطوله. وخلي بالك حتى لو فرقه شاركت يا كابتن، ما احنا قلنا الكلام ده في الاستوديو، قلنا الكلام ده في ملوك الصالات، لو شارك 3 4 فرق مش هيكونوا اقوى من ال3 فرق التانيين، الاهلي والصفاقسي لا، هي المنافسه المنافسه على البطوله موجوده، واقوى فرق موجوده، هو بس عدد الفرق قل، فالمجموع بقت مجموعه واحده، مش بقى من دور واحد. مش هيضيف قوه يعني، لا مش هيضيف لقوه البطوله، بس هو هيزود عدد المباريات في البطوله. طب وبرضه يعني بامانه، قبل البطوله ما تبتدي والماتشات تبتدي، كان عندك ثقه بالشكل الحلو ده؟ سيبك من المكسب، مكسب بتاع طبعا بيد الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعرف تعمل عليه، بس في فرق بين مكسب وفي مكسب حلو. كنت متخيل المكسب يبقى حلو كده كده؟ الحقيقه المكسب حلو جدا المره دي لعده عوامل. جمهورنا كبير، جمهور النادي الاهلي ادى للبطوله رونق واداها شكل كبير جدا. وجود طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الخطيب ادى شكل تاني، وان اللعيبه كانت مبسوطه جدا بوجود مجلس الاداره ووجود الكابتن الخطيب. فالحقيقه العاملين دول ادوا شكل للبطوله وادوا شكل لليوم الختامي كمان. صحيح، يعني يمكن برضو امبارح طبعا حضور رئيس النادي طبعا الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه هو طبعا معشوق الجماهير، ووجوده في بطوله زي دي الحقيقه اكيد ضاف شعبيه للبطوله. الحقيقه انا كنت عارف المعلومه دي قبلها، ان ممكن الكابتن خطيب يبقى موجود، بس ما حبيتش اقول للعيبه. كابتن هيجي بتعب اثر عكسي، لان طبعا هو طبعا نجم كبير، ووجوده هيبقى عامل ضغط طبعا عليهم، ان هم عايزين يفرحوا مجلس اداره، عايزين يفرحوا كابتن خطيب. وهم فعلا لما في نص يعني في بدايه الشوط الثاني، لما كابتن خطيب جه وكان الشوط الثاني مأزم جدا. صحيح، الحقيقه، وكان فيه منافسه عاليه جدا، بس انا حسيت ان هم يعني الريتم بتاعهم زاد في الاخر. الحماس زاد اكيد اكيد يا كابتن، وانت عارف برضو انت برضو حافظ فرقتك وترمومتر فرقتك، فانت عارف ايه اللي ممكن يحمسهم، وبتحس اكيد فرقتك احسن كتير. اكيد طبعا، انا كل ثقه في فرقتي، طول ما فرقتي مكتمله بكل عناصرها احنا الحمد لله ما يعني نقدر نتغلب على اي حد، ونقدر ننافس اي حد باذن الله في افريقيا ان شاء الله. اروح لنهله، يمكن انت ايه قصتك بقى بصراحه؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه بامانه، ما شاء الله عليك في الملعب اداء رائع، كنترول، هدوء، ثبات انفعالي، بامانه انا بستمتع وانت في الملعب، وجودك في الملعب يعني كور صعبه كتير بتخلصيها، يعني ما شاء الله جايبه الكلام ده منين؟ ربنا يخلي حضرتك بقى، شكرا. يعني الحمد لله طبعا كل ده طبعا بيجي طبعا بتعليمات الجهاز الفني اول حاجه، والتدريب طبعا اللي احنا مواظبين عليه، يعني الحمد لله. نهله كويسه يا كابتن، نهله كويسه. نهله تلعب كده كتير يا كابتن؟ هكمل شويه، هكمل كده. نهله حد كويس ولازم يلعب كتير يا كابتن بعد اللي قالته ده. لا، نهله خبره كبيره جدا، واحنا مسمينها في الفرقه قلب الاسد. صحيح، يعني اللعيبه قلب الاسد اللي ما بتخافش في المواقف الصعبه. شفتي انا والله مش اهو، لا والله، يعني المواقف الصعبه بتشيلها وبتجيب بناط ونقط في وقت حساس احنا محتاجينه جدا.